أنا مسيحي، كنت عايز أعرف من حضرتك كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيتعامل مع أهل الذمة في مكة والمدينة، وكيف يقتدي به المسلمون في هذا الوقت، لأننا في احتياج إلى ترسيخ هذه التعاملات حتى ينمو الوطن ويعيش في أمان وسلام واطمئنان. إن ولي أمر الفتاة بيطلب مطالب جامدة قوي على الشاب من دول، مفيش مقدرة خالص وبيصمم عليها. إيه يعني الشرع يقول لنا إيه؟ يفتينا في الموضوع ده، إيه حل؟ أو يقول لأولياء الأمور إيه؟ انتشار البعد عن الإيمان بوسط الشباب، يعني هل ده سببه إن انتشار السوشيال ميديا؟ ولا هل ده بسبب العولمة الزيادة عن اللزوم؟ ولا ده يعني انخفاض اللي هو الدور الديني أو دور الشيوخ في المجتمع يعني؟ كيف تحرر الإنسان من الحلال في الرزق مثلا؟ هل المؤمن اللي هو ملتزم وعنده يقين بالله حتة الهم والحزن والكرب بيتملك منه، ده بيتعارض مع قوة إيمانه، ده يعتبر ده ضعف من الإيمان ولا شيء طبيعي جدا؟ هل يا شيخ مثلا الواحد لما يتغرب على أكل عيشه بره، هل بقى بيقصر في حق أسرته؟